تتجه الأنظار مساء يوم الأحد إلى ملعب شهداء بنين الدولي الذي سيحتضن مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وضيفه الترجي التونسي ضمن ذهاب الدور الثاني لدور أبطال إفريقيا في حوار جوار مرتقب يجمع بطلي الدوري في البلدين في أقوى وأعرق بطولات الأندية الإفريقية التي يعود الاتحاد إلى ملاعبها بعد غياب دام 8 سنوات. يا عبد العزيز السوداني والكرة لمحور الدفاع وثم مخالفة واضحة، ثم مخالفة واضحة للاعب الخطير إلى حد الآن لوكاس ألونسو ماورو. شوفوا التدخل من العربي جابر، قاعد يعمل في برشا أخطاء العربي جابر أمام البرازيلي، وكرة ثابتة خطيرة الرافي رقم 5 يونس الشيباني. تمهيدي والإحصائيات أمامكم وهدف التعادل، هدف التعادل عبر القائد يونس الشيباني. يونس الشيباني تمكن من التسجيل، تنبأت بأن الكرة خطيرة واضحة، إذا يونس الشيباني يتمكن من التسجيل وقلت كرة خطيرة وتمنينا لو لم ترتكب الهفوة من خلال هذه المسافة، إذا هدف جميل للنادي الرياضي البنزرتي، هدف كذلك جميل. واستأنف ممثل الكرة الليبية تدريباته وتحضيراته بمعسكره التدريبي القصير بمدينة بنغازي منذ عودته الأربعاء الماضي إلى مدينة بنغازي قادما من الإسكندرية المصرية، بعد أن أقام معسكرا تدريبيا بالقاهرة تواصل على مدى أسبوعين خاض خلاله عدد من المباريات الودية أمام فرق الزمالك وإنبي وسيراميك كيلوباترا وكرداس. ويتطلع ممثل الكرة الليبية لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله يلعب بارتياح في لقاء العودة الحاسم الذي سيقام بتونس يوم 22 من الشهر الجاري، وتجاوز وتخطي هذه المرحلة والذهاب بعيدا بدور المجموعات. وستكون مباراة الترجي أول اختبار أمام المدير الفني الإيطالي الجديد جوسيبي سانينو الذي استلم الإدارة الفنية من المدرب الوطني أسامة الأحمادي الذي قاد الفريق لعبور سهل لهذا الدور عقب إقصائه لفريق كومكوم بطل زنجبار وفوزه ذهاب وإياب بنتيجة واحدة وهي 2-0 في كل مباراة.